سعيد خليل. التمرن في أجواء رمضان جعل استعدادات الرجاء تحمل توقيعا خاصا، إذ برمج المدرب عبد الحق بن شيخة حصتين تدريبيتين لتكتمل الصورة بإجراء مباريات إعدادية. Sur le plan de travail, c'est notre troisième semaine. On avance, on progresse dans l'intensité. طلعنا في l'intensité. Maintenant, بدينا نقصوا parce qu'il y aura des matchs amicaux. On ne veut pas aussi risquer des blessures ou la haja. بدينا نقصوا في la charge de travail. لكن الخدمة باقية كما تشوفوا في رمضان. On fait des bits quotidiens كما دابا. وفي الليل غدا نبداو ان شاء الله نوتر برومي ماتش اميكال. الحمد لله لي زونترينمون غاديين مزيانين، واخا كنترينو دو سيونس مع الصاد والصيام الحمد لله غاديين مزيان. هو الاجواء هنا في هذا الجو الرمضاني اجواء الحمد لله كانت دازت مزيانه الحمد لله، وداو باقي لحد الان تدوز مزيانه بالنسبه لي وبالنسبه للدراري اللي كاينين دابا. الفريق الأخضر اختار كعادته تقوية ترسانته البشرية استعدادا للاستحقاقات المقبلة، انتدابات عززت الرأسمال البشري لرجاء يملك أكثر من لمسة مميزة في ذات الموقع. إذا كان كونكورنس لويال ومنافسة شريفة، الجوار هو اللي خلق مشكل روحه، لازم يخدم باش يلعب، وسا صارت لا، والحديث قياس. على كل حال عندنا فريق إيكيليبري، وخذينا بالعاني بار بوست، خذينا ايكيليبري باش تكون لا كونكورونس، باش تكون موجوده، واللي غير اللي يقدر يكون في نهاره حاضر في راسي انا بيان سور هو اللي راح يلعب. منافسه شريفه في كره القدم، مع احترام جميع اللاعبين اللي كيلعبوا في هذه الاماكن، اللاعب اللي غادي يكون جاهز ومنضبط واللي غادي يدخل المكان الرسمي ديالو داخل القلعه الخضراء. في أجواء مسؤولة يستمر مسلسل الإعداد الرجاوي مسوقا أفكارا واضحة بخصوص جاهزيته لدخول الموسم الجديد بإضافات نوعية فاصلة.